اليوم بدنا نسأل دكتور طارق عن عدة أسئلة بيسألونا إياها الأشخاص يلي بيجوا لعنا على العيادة أو على الواتساب أو على السوشيال ميديا، يلي هي عن كرمشة المعدة أو الـ ESG، يلي هي عملية غير جراحية من خلالها نحن منصغر المعدة ومنخيطها. فنحن بدنا نحكي عنها اليوم. بدي أسألك دكتور طارق بعض الأسئلة. أول سؤال بدي أسألك إياه، دايما بيسألوني إياه كمان أنا كأخصائي التغذية، عن الخيطان. إذا هول الخيطان اللي نحن منخيط فيهم المعدة، إذا هن بيضاينوا، إذا هن فينا نفكهم، قديش ممكن إنه يضاينوا؟ مثل ما قلتي، كرمشة المعدة منظار بيفوت على المعدة بدون جراحة، بنج عام بس نوصل على المعدة منخيط المعدة. هود الخيطان بعد يوم يومين إذا مصرين فينا نفكهم، بس بعد 3-4 أيام، بعد أسبوع ما بقى فينا نفكهم، عشان المعدة بتزم على بعضها وبتقصر تقريباً نص حجمها والخيطان ما بقى بيبينه. هيدي سبب إنه كمان ما فينا نفك الخيطان عشان ما رح يبينه. بس هيدي إذا ما اشتغلنا على نوع الأكل وأكلنا الأكل ما مفروض نكله، ممكن الخيطان إذا شدينا كثير على المعدة يفتحوا ويكسروا. إذا كسروا الخيطان ما في مشكلة، بيصير كأن العملية المعدة رجعت على طبيعتها وما استفدنا من العملية.